بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا. النهاردة معايا موهبة، والموهبة دي مميزة جدا. معايا هشام. رغم أنه هشام اتعرض لحادثة قوية في حياته، إلا أنه ده ما منعهوش أنه هو يصر أنه هو يحقق حاجة هو بيحلم بيها ونفسه فيها. وده بالضبط اللي أنا ماشي عليه في برنامج حياتنا، اللي هو بنطلع اللي جوانا، الموهبة اللي جوانا أيا كان. مفيش حاجة ممكن تقدر توقفنا، إحنا اللي بنوقف نفسنا. هشام رغم الحادثة اللي اتعرض لها، إلا أنه مفيش حاجة وقفته ولسه مصر أن هو يكمل. أهلا بيك يا هشام. أهلا بيك يا أستاذ أروى. أهلا بيك. أهلا بيك يا شرف. هشام، أنا عايزك تعرفني بنفسك وتعرف كل الناس اللي بتشوفك دلوقتي. مين هشام؟ هو أنا هشام حصلت له حادثة بسيطة، يعني كده هي مش بسيطة قوي. يعني كنت طالع راكب مكنة، كنت على كوبري، كان معايا واحد تاني. تمام. كان معايا واحد تاني كده قصادي كده بمكنه. فالمهم ايه، هو قاعد يزنق عليا فوق، فانا دخلت في العمود الخرسانه اللي واقف عليه الكوبري اللي فوق. فقدت الوعي خالص، قعدت 30 يوم غيبوبه. صحيت لقيت نفسي ان انا مش شايف. ده اثر على ان انت فقدت النظر او كده، وبعد بقى عندك بصيره. ما استسلمش برضه، ما استسلمتش. تمام. ما استسلمتش رغم اللي في حاجات كتير برضو تعبتني في حياتي وكده، بس انا حبيت الغنى. تمام. انا حبيت الغنى ومصر ان انت تكمل، رغم انه اكيد كمان يا هشام بتلاقي احباطات من الناس حواليك. اكيد اكيد طبعا، اكيد طبعا. اللي هو اي حد اساسا، اي حد جواه حاجه دلوقتي، بقى اي حد لازم يطلع له اللي هو يحبطك. بس انت مش مستسلم لحاجه لا زي لا كده. بس انا برضو يعني بعد استاذ اروى، يعني انا مش شاغل دماغي برضو بالناس. تمام. انا يعني ده حلمي وهحققه ان شاء الله. ده اللي عجبني فيك والله يا هشام. مش معنى اللي ربنا سبحانه وتعالى افتكرني، لا، اللي انا اعيش عاجز واعيش طول حياتي اللي انا كده بقى خلاص، بقى انا مش هعرف اوصل للحلم ده. لا، انا هعرف اوصل له. تمام. هعرف اوصل له. هو بس ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد يا هشام. لا، الحمد لله، الحمد لله على النعمه اللي انا فيها. حتى ايا كان اللي جواك ده ايه، او الموهبه اللي ربنا رزقك بيها ايه، اهم حاجه ان انت تبقى مؤمن بيها. الحمد لله يا رب، الحمد لله. تمام. الحمد لله. وانت منورنا والله يا هشام، وان شاء الله هتبقى زي ما انت بتحلم كده. والله ان شاء الله. والله ده انا اللي متشرف بيك يا استاذ. انت كنت بتحلم ان انت تطلع لايف والناس تسمعك، او ده اتحقق دلوقتي؟ هو فعلا اتحقق. هو فعلا الحمد لله. خلي بالك برضو، قبلها بيومين كان انا كنت بعرض على واحد نفسي اطلع لايف وكده، راح قال لي ايه، راح قال لي مفيش حاجه تبعد عن ربنا. فقلت يا رب، لقيت الاذان كان بتاع العصر، قال الله اكبر. فانا عرفت ان حلم هيتحقق. ونعم بالله والحمد لله يا رب. الحمد لله. وخلي بالك ان شاء الله تبقى خطوه بدايه خير ان شاء الله في مشوارك باذن الله. باذن الله، باذن الله. طب هشام، سمعنا حاجه بقى بصوتك. ماشي. المايك اهو. ماشي. الله الله. كلك معايا أجمل حكاية للعمر كله، كلك معايا أجمل حكاية للعمر كله، وإزاي طول أنسى، وإزاي طول أنسى واتحمل، وازاي طول انسى واتحمل. ده مستحيل، قلبي يميل. ده مستحيل، قلبي وأحب يوم غيرك أبدا أبدا. أهو ده اللي مش ممكن أبدا.
ما شاء الله. طيب هشام عايزك تقول حاجة للناس اللي فعلا محبطة، اللي فعلا بتقف في طريقنا وتحبطنا وتقول لنا وتحسسنا انه ان احنا صعب نكمل او صعب نوصل لحاجة احنا حاسين بيها من جوانا. الشباب دي انت ممكن تقول لها ايه انت كشاب؟ كشاب انا بقول للشباب برضو مفيش حاجة صعبة، وطول ما احنا معانا ربنا سيبك من اي حد يحبطك، وسيبك من اي حد يقف لك في طريقك، وسيبك من اي حد يقول لك لا دي انت ما تعملهاش، لا انت مش قدها. طول ما في ربنا باذن الله، باذنك يا رب كل حاجه محلوله ونعم بالله باذن الله ونعم بالله. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم، انتظرونا. رجعنا لكم تاني ومعايا هشام معجزة، وان شاء الله هتبقى معجزة يا هشام وهتكسر الدنيا بإذن الله. طول ما انت مصدق حلمك هتوصل للي انت بتحلم بيه يا هشام بإذن الله يا استاذ أرون. وعايزة اقول، عايزة اقول لأي حد بيقابل حد يحبطه، والله يا جماعة الناس دي مش هتنفعنا في أي حاجة، والله يا جماعة الناس دي ما بتعرفش غير انها تنتقد اللي حواليها، لانها اصلا من جواها فاشلة، او مش عايزه اقول فاشله، هي مش عندها هدف اصلا ولا عندها حلم نفسها توصل له. سيبونا بقى احنا الناس اللي فعلا عندها حلم وعايزه تحققه، خليها تحققه بعيدا عن دماغكم، او بعيدا عن انتوا شايفين الحياه عامله ازاي، او شايفين الحياه بلون او بشكل سلبي. احنا شايفين الحياه ايجابيه، وطول ما احنا عايشين ان شاء الله هنطلع احسن ما جوانا. وده اكبر مثل معايا هشام، ان هو يثبت لنا انه مفيش حاجه مستحيله. هشام لا، مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه مستحيله خالص. واللي يقف في طريقك ويقول لك ده مستحيل وده غلط، ابعد عنه، ده ما بيحبكش. صحيح، ده اللي انا اتعلمته يعني في حياتي. صحيح، ده ما بيحبكش. صحيح، ابعد عنه، مفيش حاجه اسمها مستحيل، قادر ربنا يعمل اي حاجه. ونعم بالله. وطول ما انت ماشي ورا طموحك وهي صح، امشي وراها، ما تخليش حد يعقدك. ونعم بالله. انا في ناس كتير يا استاذ اروى قالت لي انت صوتك وحش، وصوتك مش عارف ايه، صوتك ايه، وصوتك ايه. انت مش انت مؤمن بنفسك؟ انا ما صدقتش الناس. انا الناس مين اللي تشغل؟ انا مش في دماغي الناس اصلا. انا مش في دماغي الناس. طول ما انا واثق من حلمي خلاص. صحيح. ناس مين؟ صحيح. واللي مع ربنا سيبك انت بقى، سيبك انت من اي حاجه. ونعم بالله. هو عامه اي حد جواه حاجه مؤمن بيها، هو اول حاجه هو مؤمن بربنا، انه ربنا هو اللي زرع جواه الحاجه دي. أكيد. بس هو يسعى ويوصل، يفكر ازاي هو هيوصل للحاجه دي، وما يقولش على اي حاجه صعبه، عشان ما فيش حاجه مستحيله. وانت اكبر مثال، اللي هو انت برضو مصر ان انت تكمل، وان شاء الله هتكمل. انا واحد من الناس، انا فقدت نظري. مش معنى انا فقدت نظري ان انا اقعد في البيت. انت عندك بصيره يا هشام، بس انا البصيره دي بتبقى اقوى من النظر يعني. اكيد، ده قلبك منور، ده بالدنيا وما فيها طبعا. طبعا طبعا. بس طول ما انت برضو في علاقه بينك وبين ربنا. صحيح. يعني انت مش هتوصل لحلمك وكل حاجه، بس لازم يكون في علاقه بينك وبين ربنا. ونعم بالله. طبعا لازما. طبعا. العلاقه ده برضو مش الفرض، اللي هو الصلاه، مش القرآن. ده انت لو طلعت صدقة كل يوم جنيه، في علاقة بينك وبين ربنا. ونعم بالله. صح ولا غلط؟ صحيح. بس صحيح، ما شاء الله عليك يا هشام، ان شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله. ولازم تبقى مؤمن باللي خلقك كده. ونعم بالله. ونعم بالله. هو في حديث عن لما نظر راح في شيخ قالهولي وكده، بيقول لي الحديث ده، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاله، بيقول لك من أخذ منه حبيبتي في الدنيا وصبر، ما يستحقش عندي حاجة غير الجنة، لا يسقل عن حساب يوم القيامة. اللهم صل عليك يا نبي. ومحدش ضامن الجنة وعلى الأرض. فبرضو
مفيش حاجة اسمها مستحيل. أكيد طبعًا. مفيش حاجة اسمها مستحيل. وإن شاء الله ممكن تكون يعني في حاجة أو في حاجة معينة إن هي إن أنت ترجع تشوف تاني برضو، ما إحنا مش عايزين برضو نفقد الأمل. هو أنا رحت يا أستاذ أروى، رحت لدكاترة كتير قوي وعملت إشاعات كتير قوي. العصب البصري عندي من شدة الخبطة في العمود، في العمود الخرسانة اتقطع. الحمد لله. العصب البصري الحمد لله اتقطع. العصب البصري ده لما مؤاخذة أستاذ أروى بيبقى عامل زي الإيه؟ بيبقى عامل زي الفتلة. شفتي رفع الفتلة؟ هو بيبقى عامل زي رفع الفتلة كده. انت عايش بنور البصيرة يا هشام، بس الحمد لله. ودي حاجة في ناس بتشوف اصلا مش موجود عندها البصيرة، وانت عندك البصيرة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. طيب. كله خير بإذن الله ان شاء الله. طيب سمعنا حاجة بقى يا هشام. امسك المايك. تاني هي الحياة كده ليه بالي يا لون تاني، بالي ياض شكلي ولون غير لي أحلامي. انت مركز. ايه طيب انا حاسه ان انت اللون برضو طالع معاك في الشعبي اكتر، فانت ممكن برضو تسمعنا حاجه شعبي. والله انا مش حافظ حاجه شعبي، بس هي ما بتجيش معايا شعبي خالص. تمام. يعني انا مع احترامي برضو للفنانين، يعني انا ولا يجي معايا حمو بيكا ولا يجي معايا الناس دي خالص، من غير بس كلهم لا فنانين. انا بقول انا بقول انا بقول لك انا بقول لك ايه برضه، مش بيجي معاهم. لا انا بقول لك بعد يعني احترامي ليهم دي اول شيء، انا ما بيجيش معايا الاغاني بتاعتهم خالص. طيب. بعد احترامي ليهم يعني. طيب مين اكتر حد بيشجعك يا هشام او في البيت او يعني؟ هو في واحد اكتشف فيا يعني الموهبة دي، اسمه محمود حسني الحريري. معايا بس مش وفي ناس كانت كتيرة كانت معارضاني برضو. يعني أهلي بيتي برضو وكده، بس لما استمريت معاهم بقى واحدة واحدة فحبوني برضو، حبوا صوتي أكتر، فأماني كده يعني. في حالتك دي وفي ظل مين اكتر حد واقف جنبك عامه في حياتك عامه يعني، او مين حد اللي هو عينيك او تشوف بيه الحياه؟ قصدك يعني مثلا اللي في الشارع، اللي في الشارع مثلا معاهم اللي بمشيه على طول يعني؟ والدتك والدك؟ لا انا مش عايش مع والدي. مش عايش مع والدي. والدي انفصلت يعني، انفصل هو وامي وانا عندي 6 أشهر، بس ربنا سبحانه وتعالى عوضني باب تاني. الحمد لله رب، ده اللي مراعيني وشايفني وشايلني يعني بالعربي يعني. الحمد لله. الحمد لله، ربنا برضو ما يعملش حاجه وحشه في حد. اكيد طبعا. الحمد لله. اكيد طبعا. طبعا طبعا في الشارع بقى يعني هو اللي بيمشيه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد طبعا. وزي ما قلت لك نور البصيره برضو بتبقى. اكيد طبعا. اكيد اكيد، واكيد برضو ربنا سبحانه وتعالى مسخره لي. ونعم بالله ونعم بالله. طيب الاصرار برضو على النجاح، يعني دي اكتر حاجه انا هتكلم فيها، لانه دي هي النجاح، ده هو حياتنا، وده اللي انا بتكلم فيه ببرنامج حياتنا. اصرارنا على اننا نكون ناجحين. ايه الحاجات اللي ممكن تكون معرقله لينا في حياتنا، او ايه الحاجه اللي ممكن انت شايفها اي شاب بيبدا حياته جديد، ايه الحاجه اللي هي معرقله ليه او ممكن تقف قدامه او كده، ازاي يتخطاها؟ هو احنا في بدايه الحلقه استاذ اروى احنا قلنا ما فيش حاجه صعبه، صح؟ في بدايه الحلقه وطول ما هو الانسان عايز يبدا، عايز يعمل نفسه صفحه جديده، وعايز يعمل علاقه مع ربنا، بتلاقي كل حاجه متيسره له. وانا بالله طبعا.
صح ولا ايه؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. وخير برضو يعني ما وهنرجع برضو نقول للشباب مفيش حاجة صعبة، واللي هيعطلك عن حلمك واللي يقولك لا انت لا انت مش قده لا انت مش هتعمله سيبه وامشي احسن. صحيح. وخلي برضو علاقة بينك وبين ربنا. صحيح. بغض النظر عن اي حاجة انت بجد يعني كلامك اساسا محفز وفعلا انت منورني النهاردة. بنورك والله، ده انا اتشرفت بيك. وفعلا النجاح النجاح إيه السر للنجاح سهل جدا. اكيد طبعا. الحفاظ على النجاح هو اللي صعب شوية. اننا ما نسمعش لحد طول ما احنا ماشيين في طريقنا، دي اكتر حاجه ممكن تخلينا نكمل. لا هو انا ماشي على قاعده بس كده برضو يا استاذ اروى، دي اللي ماشي عليها، قال لك الشورى بتنجح المملكه. اه ده اللي انا ماشي عليه. ولو ما شورتش بقى عادي برضو انت ودماغك هتبقى خسران. انك تستعين بحد يعني لا عادي برضو، انا لو استعين بحد واشوره طب انا اعمل دي لا اعمل دي، بس لو هو بيحبني. اه ما انا مش هروح لاي حد اقول له استشيره في حاجه زي كده. اه فاهماني؟ لا اعمل دي يا هشام وما تعملش دي. اه فاهماني ليه؟ ان هي اصلا الشوره بتنجح المملكه. احنا ممكن اثناء ما انت بتستشير تلاقي رد غير اللي انت كنت متوقعه خالص، فبتندم بقى ان انت استشرت حد وتقرر ان انت لا. ما الندم ده ما تندمهوش في حياتك كلها. ما تندميش، هتندمي ليه؟ هو عمل فيكي ايه عشان تندمي؟ ما هو انت الغلطانه عشان رحتي استشرتيه. طب ما انت لسه بتقول. ما انا بقول لك مش اي حد يا استاذه اروى. اه ما انا بقول لك مش اي حد. فهمتيني؟ انا فاهمه يا هشام، بس ايه بس ايه؟ طب ما هو اي حد ده اذا كان هو اساسا حد قريب منك، اما انت هتستشير مين؟ يعني صديقك المقرب مثلا. اما تلاقي صديقك المقرب هو اساسا بيحبطك او بيحاول ان هو يديك رد هو اساسا مش في صالحك. ما هو في بقى في افعال بتظهر منه، يعني في افعال بتظهر منه وحشه، فده انا مش صاحبه ومش هاجي اعرض عليه حاجه، ومش هاجي اعرض عليه حاجه في صالح انا بقى. مش هاجي اعرض عليه ليه؟ ان ده ما بيحبنيش. ليه بقى؟ ان هي ظهرت منه افعال وحشه من الاول. نعرف فانا اروح استشير. بتعرف ازاي انه صديقك ده بيحبك او خايف عليك او لا؟ هقول لك. مواقفه. مواقفه طبعا. المواقف احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا ممكن نعدي الاولانيه ونعدي الثانيه والثالثه ثابته. لا انا عندي من موقف واحد. طيب انت غنيت قبل كده يا هشام؟ اه بطلع برضو في افراح وفي كده يعني والحمد لله يعني. بما انك بتطلع في افراح يبقى بتغني شعبي. لا بس مش شعبي برضو. مش شعبي مثلا، بتبقى ليالي. بتبقى ليالي اللي هي الليالي مش دي جي بقى ولو كده، لا ده مسرح بأورج بدرامز فاهماني كده. عشان كده انت مش عارف تغني. مش عارف اغني. والله طب انا اعرف ان انت بتحب رضا البحراوي جدا يعني. انا احبه قوي رضا. طب بتسمعنا حاجه رضا البحراوي؟ اسمعك المايك. في اغنية معينة ولا انت تسمعي اغنية؟ انا مش اغنية معينة، بس انا عرفت ان سامعاك بره بتغني لرضا البحراوي فقلت طيب شوف رضا البحراوي، بس مش عارفة اغنية معينة. ماشي. ابتديت ابني يا صافية وقلبي طيب تمعوا فيا، عملت خير في ناس كتير للأسف قلبوا عليا، كان كل حلمي أعيش طمعا في لومي تعيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت أخون كل هم أخلص وأصون، عمري ما فكرت اخون. ما شاء الله منور يا هشام والله. خلي بالك برضه مش عارف اخد راحتي في الغنى برضه. انا عارفه ان صوتك حلو. انا فعلا عارفه ان صوتك حلو، حاسه ان انت كمان مش عارف اخد راحتي في الغنى.
عموما يا هشام انا اتشرفت بيك بجد والله، بغض النظر عن اي حاجه، بس انت فعلا شاب طموح واصرارك على ان انت شايف نفسك حاجه كويسه، دي في حد ذاتها حاجه كويسه. اكيد طبعا، وبجد انا فخوره بيك وكل المشاهدين فخورين بيك. انا اللي فخور بيكي والله العظيم الثروه، ومتشرف بمعرفتك قوي يعني. ربنا يخليك يا هشام، ربنا يخليك يا هشام، شخصيه طيبه قوي. ربنا يخليك يا هشام فوق راسي والله، ربنا يخليك يا هشام ويحقق لك اللي انت بتحلم بيه. امين يا رب يا استاذ ارمى، امين. في نهايه حلقتنا بشكركم جدا على متابعتكم لينا، اشوفكم في حلقه تانية من برنامج حياتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.